بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا جمهورنا الكريم على بركة الله وحفظه، على أن تلجنا على انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين المتابعين لكل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات الحلوة الممتازة. وشعار رسالة هنا يأتينا مع الطليلية مطر بن سعيد بن حلوة، من يقدمها على هذا الانطلاق في هذا الشوط، بينما اللي في المركز الثاني هناك غارة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، يا سلام الله يا مرموقة، مطر بن علي بن علوان، مطر ومطر ومطر، أيضا ثلاثية جميلة. بينما اللي في المركز الرابع أيضا هناك مراسيل ثياب بن خالد محمد بن مترف، وفي المركز الخامس هنا منصور سهيل بن عبد الله بن محمد بن رفيعة، وسادس المراكز منتصر الشاهينية خليفة بن محمد بن سيف بن سعيد العلي بن حسين العليلي، وفي المركز السادس والسابع اللي في المركز السابع هناك تأتيني في هذه اللحظات سلام خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، وثامن المراكز الهدف في ثامن المراكز الضعيف بن حمد بن خدي يشتبي، وفي المركز التاسع هناك أرصاد ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي. هكذا كانت النتيجة للمراكز أعلاها عليكم بالفوز التمام، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والمتابعين لكل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. يلا يا بن حلوة، يلا يا بن علوان، بن رفيعة أيضا، بن مترف هناك، بن الحميري، يعني خماسية جميلة. سوف نشهد إن شاء الله مشهد أخير عند لوحة الكيلو الخطير، عند لوحة الكيلو المميز. يلا يا بن علي، يا بن 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 حلوة، يا بن حلوة، يا مقدم الطليلية، مقدم الطليلية في 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 شوطها، في شوطها هناك رسالة ما شاء الله. المركز الأول حتى هذه اللحظات الجميلة، حتى هذه اللحظات ونحن نقطع مشوار اثنين متبقية من عمر هذا الشوط. مطر بن سعيد بن حلوة من يقدم الطليلية على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني هناك مراسيل لذياب بن خالد بن محمد بن مترف، بينما اللي في المركز الثالث منصورة سهيل بن عبد الله بن محمد بن رفيعة، وفي المركز الرابع مرموقة مطر بن علي بن علوان، وخامس المراكز ما شاء الله غارة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. خمسة مراكز ذعناها عليكم بالفوز التمام، ولكن خلف الخمس وين أسامي ما دخلت هذا العالم النداء، هذا العالم الساحر. نتمنى للكل التوفيق، نتمنى للجميع الناموس. مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، العودة من جديد يا محل الجديد. الله يا الطليلية اللي ما زالت تسيطر على مستوى هذا الانطلاق، اللي ما زالت صامدة على المركز الأول مطر بن سعيد بن حلوة، ولكن الله يا بن الضعيف، يا سلام يا الهدى، ما شاء الله خادمة تنتقل من موقع إلى موقع، من مركز إلى مركز، ولكن السيناريو اللي طاف هناك كان من نصيب رسالة، وفي هذا السيناريو في هذا الحدث وين الناموس؟ هل سوف يبقى مثل مساري هاك الشوط؟ ولكن الطليلية اندفعت بالمركز الأول،
وسيطرت على مقدمة هذا الشوط السلام. نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. الله يلهده اللي غيرت على المركز الأول. يا سلام، سلام إلى مرغم، سلام إلى بن غدير، كافة لأبناء بن غدير. تهانينا لضعيف بن حمد بن غدير الرشتبي على الفوز والناموس والإنجاز بدون هيئة أوامر. تهانينا والناموس. المركز الثاني لمطر بن سعيد بن حلوة، المركز الثالث مطر بن علي بن علوان، المركز الرابع مطر بن سعيد الحميري، والمركز الخامس لضياب بن خالد بن محمد مترف. 6 دقائق التوقيت الزمني، 14 ثانية 43 جزمة الثانية. تهانينا والناموس.